اللهم وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ولقاؤك حق، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء، اللهم فاصرفه عنا، اللهم فاصرفه عنا، اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن أهلينا وأزواجنا وأولادنا وأولادنا وآبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب، تحت
الزنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا متبرجة إلا هديتها للحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل لله.